بقيت مش عارف اعمل ايه ولا اقول ايه. قعدت افكر في حاجه واحده بس، كلام انا وانت عن صدق العيون وكدبها، وقعدت افكر في الحكايه اللي انا حكيتها انا وانت بتاعت الست اللي حرقت بيتها وجوزها، وقلت لنفسي ها بقى عندي حكايه تانية احكيها حتى لروحي لما ابقى عاوز اكدب نفسي في حاجه انا حاسسها. انت ظلمت الكل يا غفران، اولهم نفسك.